أيا كان ما كلفهما شريدر وكرانج. ونتوقف عند أنطونيوس لنحضر بيتزا ونتجه للممر ثم نحتفل. نعم. كان هذا خطأي. هذا لطيف، فأنا أشعر أنني مطلوب، هل تفهمني؟ يسعد ما عاد الإهانة، فهي سيئة. مستحيل أن تكون فريقاً بدون مساعدة. حسناً يا فريق، ها هي الخطة. سنختفي ونغطي التكنودروم وسننتظر حتى يغادر بيبو. كرانج وشريدر سيحتاجان لرقائق النقل لفتح بوابة البعد إكس. يجب أن نوقفهما قبل ذلك. أنا بالمدينة، تابعت بيبوب وروك ستيدي، معهم مجموعة من الفوت الأليين، يستهدفون مخزناً سرياً ومؤكد أنه يخص قوة حماية الأرض. إدوكتور، شكراً للاشتراك. إلى اللقاء، هذا سهل جداً، هذا ما أتحدث عنه. ليركب الجميع إلى أسفل ملابس للرجال، ملابس النسائية، المستوى 20. اقضوا عليهم. انتظر. جنود حماية الأرض مرضى. غريب جدا. لا 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 لا. ارفع توقعاتك يا صديقي، هل أحصل على ماذا؟ ماذا؟ أظن أننا سنقود فريق آليين في مهمة، فنحن لم نعد نعاملك خدم. نعم، هذا رائع نوعا ما، ويعجبني شريدر. هيا نقضي على هذين الأحمقين. لا، أريدك أن تجمعي بقية الفوت، سأتبع بيبوب وروك ستيدي لأعرف ماذا يخططان. بالطبع يا كوراي صاحبي، هذه أروع فكرة على الإطلاق، هيا عانقني. انتظر كوراي. ليو، لن تصدق هذا. لا تتحرك الآن، سنصل سريعا. سنأخذ الرقاقة وبسرعة نخرج من هنا قبل حتى أن يدركوا أننا. لا. حسناً يا ألي، تقدم أنت. هيا 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 هيا. مثل تناول قطعة من الكعك. نجحنا يا روك لأول مرة، رقاقة النقل هذه. إدوكتور، شكراً للاشتراك.
Thank you.